حياكم الله مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد بآخر فقراتنا لحلقتنا ليوم الخميس، وراح نختمها بمبادرة يحتذى بها أطلقت من عروس الشمال وتحديدا محافظة إربد، والأستاذ القائم على هذه المبادرة ومن أطلقها الأستاذ يوسف طلفاح. كاسة زيت من كل بيت. بداية، وين الزيت؟ منا لازم، هذا منا. أنا بدي أسأل وأجيب. الله يعطيك العافية وشكرا لكم على استضافتنا في هذا البرنامج المرموق. أهلا وسهلا فيك. يعني خلينا نتعرف من خلالك أستاذ يوسف على المبادرة والفكرة، يعني كاسة زيت من كل بيت شو بتهدف وإمتى انطلقت؟ المبادرة هي مبادرة خير لصالح العائلات المحتاجة ودور الأيتام. فكرة المبادرة بدك صراحة اجت من فلسطين، من طول كرم ومن مدرسة كفر عبوش. بحب أوجه تحية للأستاذ المتميز اللي من خلاله وصلتني هاي المبادرة، اللي هو اسمه منتصر جميل. المبادرة كانت عندهم في كفر عبوش لصالح المدرسة، والحمد لله أنه قدرنا نطور هاي المبادرة ونوسعها ونعملها لصالح العائلات المحتاجة ودور الأيتام. والحمد لله المبادرة لاقت نجاح كبير وقبول من المجتمع المحلي كله، وتعممت من خلال وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وصحف محلية، تعممت على جميع المملكة. جميل جدا. أستاذ يوسف، الآن من قبل الطلبة، يعني الآن الإقبال كان الطلاب لما يعني يأتوا للمدرسة كل طالب معاه مثلا كاسة زيت على سبيل المثال، ولا يعني يمكن رمزية الزيت هي مش بس زيت، يعني كل مقصود فيها إنه مونة، يعني ممكن يكون سكر وممكن يكون مواد أخرى، ولا بس زيت؟ مختصرة من اسمها كاسة زيت من كل بيت. والحلو إنه كاسة ما بشكل عبء على أي عائلة. الكاسة هاي ممكن نجمع منها وتعمل مونة لعائلة محتاجة يمكن لسنة. يعني الحمد لله كميات الزيت اللي وصلناها للعائلات المحتاجة كانت كميات لا بأس بها. يعني كل عائلة وصلها قلم 5 كيلو وطابش. طبعا ما بين قوسين احنا نتحدث عن زيت الزيتون. زيت الزيتون بس. على وجه التحديد. مش معنى ليه في شروط على الزيت؟ طبعا هاي المبادرة اجت يعني نتيجة غلاء وارتفاع أسعار زيت الزيتون في المنطقة. يعني مش كل عائلة بتقدر تشتري زيت زيتون. أنا بعرف عائلات ما بذوقوا زيت الزيتون إلا إذا أجاهم عطية من ناس أو صدقة من ناس. فغلاء وارتفاع زيت الزيتون بشكل عبء على بعض العائلات المحتاجة كثير. عدد المناطق اللي تم تغطيتها بهذه المبادرة تحديدا بمحافظة إربد؟ لا الحمد لله، يعني من خلال وسائل الإعلام اتعممت المبادرة وطبقت في جميع مناطق المملكة، حتى وصلت لجامعتنا الأردنية، فطبقت في جامعة اليرموك في كلية الاقتصاد، وأعتقد أنه كلية ثانية في كلية الاقتصاد كانت لصالح العاملات في الجامعة. يعني الحمد لله أنه الحلو بالمبادرة أنه مش بس العائلات اللي ضمن منطقتنا رح تستفيد، لا لو نظرتي جميع مناطق المملكة احتوت عائلات يعني عفيفة، يعني عدد كبير من العائلات وصلها كميات زيت. طبعا في كمان اول دفعه كانت لنا لجمعيه مبره الحسين، يعني بعثنا لهم كميه لا باس بها، بعثنا لهم 3 جالونات كل جالون 20 لتر. اليه ايصال الزيت يعني بدءا ياتي الى المدرسه ثم يتم توزيعه على الجمعيات اللي انت تحدثت عنها، على فعلا الطلاب يعني ياتي من بيته ومعاه كاسه، يعني كاسه ولا ممكن يحطها بقنينه صغيره، قنينه المي الصحه الصغيره. ولا وفي منهم جابوا قنينه كبيره الحمد لله. يعني احنا بس مش طلابنا اللي شاركوا، يعني في عنا افراد من المجتمع المحلي مثلا بعثوا لنا قنان الزيت وعن طريق أبناء طلاب المدرسة أو أولاد الجيران. مستمرة؟ مستمرة موسم الزيت زيتون الحمد لله، وموسم القطاف. يعني خلينا نقول مع نهاية الشهر بداية الشهر الجاي. الحمد لله، يعني إحنا يعني نتمنى من أفراد المجتمع المحلي المقتدرين بالذات إنهم يدعمونا بهاي المبادرة. يعني إحنا كان الدعم إجمالا كله من طلاب المدرسة وبعض أفراد المجتمع المحلي.
بكميات بسيطة اللي قلناها كاسة جنينة صغيرة. طيب تعممت الفكرة على مدارس أخرى في المملكة؟ الحمد لله طبقت يعني معظم مناطق المملكة طبقت، العقبة، عمان. بس هي بلشت من مدرسة إيدون. أنا أطلقتها أول واحد في المملكة وبس من خلال وسائل الإعلام الحمد لله تعممت، تم تبنيها وإجانا مشاركات حتى من خارج المملكة. نعم. يعني على مستوى وطن عربي إجانا مشاركات من خلال المواقع الاجتماعية. إذا تحدثنا عن تعميم المبادرة وتبنيها فقط من قبل مدارس وزارة التربية والتعليم ولا انسحبت أيضا على موضوع القطاع الخاص؟ لا، هي تعممت في مدارس حكومية ومدارس قطاع خاص، وزي ما قلت لك في جامعة اليرموك برضو أطلقوها في جامعة اليرموك. ماذا بعد كاسة زيت من كل بيت؟ خلص موسم الزيت، خلص موسم مثلاً. والله شوفي احنا مدرستنا منبع، شو الموسم اللي بعده؟ منبع لمبادرات كثيرة وكلها خير الحمد لله. احنا مشاهد الآن صور من المبادرة ترى بالمناسبة. هاي صور من مبادرة ومن نشاطاتي داخل الصف، يعني زي هاي الست بوجه لها تحية، ماما هبة. هاي من النشاطات اللي المجتمعية اللي بيشاركوني فيها الأهالي، يعني عندي أمهات بيجوا بيقرأوا حكايات للأطفال. عندي قبل شوي بينات صورة لكابتن رياضة برضو من المجتمع المحلي بيجي بيشاركني بنشاطات داخل المدرسة. في عندي رسومات أطفال ست يسرى مقدادي مشاركة برضو من المجتمع المحلي وبتشاركني كل أسبوع في لوحة مرسومة بالفحم لطفل، نقدم له إياها بحفل بسيط بفقرة اسمها نجم الأسبوع بحضور أسرته وعائلته. يعني نجم الأسبوع بمدرسة إيدون. بمدرسة إيدون برضو هاي الفكرة صارت يعني فكرة رائدة في معظم مدارسنا. جميل جميل. يعني أنت مبادر أستاذ يوسف. الحمد لله. يبدو يعني بتدرس مواد معينة. أنا أحكي لك شغلة، إنه مبادرتي هاي انطلقت من طلاب صف أول أساسي، أطفال عمرهم 6 سنوات بديت معهم. مبادرة أي واحدة؟ مبادرة كاسة زيت من كل بيت. مش من قلت من مدرسة برام الله؟ لا، هي الأصل هنا كانت من رام الله، بس أنا لما أطلقتها في الأردن أطلقتها مع أطفال. في البداية أطلقتها مع أطفال لما شفت التشجيع والقبول من المجتمع المحلي وسعتها على المدرسة كاملة. الحمد لله. وبعد المدرسة اتعممت على المملكة كاملة. جميل. قلت لي بس شو المواد اللي بدرسها؟ بدرس صف أول؟ صف أول أساسي مدرس أطفال. مدرس أطفال الحمد لله. يعني بس يعني شو بدي أقول لك، الأطفال كلها حلوة. يعني أنا معلم مجال رياضيات بالأصل، بس من خلال حبي للأطفال وبحب التعامل معهم صار لي 25 سنة وأنا أدرسهم. والله يا نيال عندي الطفل ما بحب يروح من المدرسة. يعني عندي كابتن رياضة حاليا هو في الإمارات فترة، عندي أمهات بيجوا بيرووا قصص، عندي رسامة لهم، عندي عائلات بيشاركونا وبيدعونا للبيت عندهم نتناول وجبة غداء مثلا. طبعا كل أطفال الصف بيروحوا معي. عندنا ضيافات للأطفال. يعني في تعاون مع المجتمع المحلي اللي أنا شغلي معه كله معتمد على المجتمع المحلي. يعني الأسرة دائما موجودة عندي في البيت، متطلعة على طرق تدريسي على أساليبي وبتتعامل فيها بالبيت وبتكملها. هذا سر تفوقك أستاذ. هذا سر تميزي بدك الصراحة. ويعني التفوق يعني خلينا نقول مرتبة وبعد ذلك يأتي التميز، لأنه أنت بتتعامل مع يعني حديثين نشأة. أيوة. إن صح التعبير بأنسنة، يعني بعيدا عن التلقين والمنهاج. لا. كما والفجوة اللي بين الطالب والأستاذ. الحمد لله. في كمان بحب أشكر السيد عبد الظاهر عبد الكريم البطاينة، رجل أعمال مختلف في أمريكا، تعرف علي من خلال موقع الاجتماعي وهو الداعم ماديا إلي. يعني صار له سنتين هو الداعم إلي، وحتى بصراحة قال لي ما بدي تدفع إشي من جيبتك، أنا كنت أدفعه على حسابي كل إشي من جيبتك الخاص. النشاطات ولا اللقاء. الجوائز الهدايا، فداعم إلي، وحاليا هو ببعث لي شهري 100 دينار لطلاب الصف الأول وطلاب المتميزين في المدرسة لتغطية نفقات النشاطات اللي بتقوم اللي بقوم فيها. فيها الحمد لله. إيش في عندكم نشاطات هلأ رح تشتغلوا عليها على بداية السنة الجديدة أو على بداية الفصل الثاني الدراسي؟ بداية الفصل الثاني بنشتغل على معرض حلو كثير أنا والست يسرى مقدادي، معرض لرسومات الأطفال الشخصية، رسومات بالفحم. ضمن المعرض رح نخصص ركن لتكريم المعلمين القدامى.
من خلال رسومات شخصية لهم. فإن شاء الله يعني راح يكون المعرض يعني يأخذ مستوى متميز إن شاء الله. في تنوع، في تنوع، في تنوع، في تنوع إن شاء الله. بالمبادرات. وفي عندنا مبادرة الفصل الثاني راح نقوم فيها. طبعا احنا قمناها العام مبادرة خير اللي هي جمع ملابس، وفي نظافة بيئتي هاي انا عادة انا دائما بقوم فيها مع طلابي الصف الاول الاساسي. الحمد لله وبستوعب هاي احنا متواصلين معكم باذن الله استاذ يوسف للقادم من الايام. وبمبادرة كاسة زيت من كل بيت ننهي حلقتنا اليوم وحلقة نهاية الأسبوع من برنامج يوم جديد. كنا ولازلنا وسنبقى دائما وأبدا معكم ولكم منكم وإليكم. من نسرين أبو صالح ومجحم العدوان أطيب الأمنيات، نلقاكم بحلقة أخرى بإذن الله.